اليوم احنا متواجدين في القصر ديال ايت يحيى وخليفة والقصر ديال تمزيد. هاد الناس هادو اللي خرجوا اليوم مع العيالات ديالهم كيطالبوا بالمدرسة باش تكون في هاد المكان هذا. هاد يومين هادي قالوا بان هاد المدرسة غادي تبدا تخدم باش غادي تكون موجودة في هاد العشر ايام هادي المقبلة، ولا 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر. ولكن الان تفاجؤوا بانهم جاو هاد الصباح عند المقاول وقال لهم بانه جا واحد الامر من العمالة كتقول لهم انهم يوقفوا هاد الاشغال، وهما الان كيتسألوا علاش هاد الاشغال توقفات. بغاو يعرفوا شكون هو السبب اللي خلى هاد الناس يقولوا المقاول يوقف الاشغال ديالو. الان احنا غادي نشوفوا هاد الناس هادو اللي هما جالسين هنا من 8 ديال الصباح بالرجال ديالهم والولاد ديالهم والبنات ديالهم والعيالات ديالهم، انهم جالسين هنا كيتسناو يمكن غادي يجي شي واحد مع من غادي يتحاوروا اللي غادي يقول لهم شكون هو السبب اللي خلى هاد المدرسة غادي توقف على الاشغال ديالها. السلام عليكم. هذا التجمع ديالكم اليوم كان في هاد الايامات اللي قبل اليوم، كاين الناس جاوا بعد هذا الموضع هذا وقفوا كيطربوا بالمدرسة، وحنا عندنا الخبر ديال هاد الشيء بان كنتو كطربوا باش تكون هنا في المدرسة. اليوم عاودها انتم كنت هنا وكنت معكم من 8 ديال الصباح حتى ل 10 حتى ل 12 حتى لهذا. دابا بغيت نعرف دابا راه الساعة راه 4 هذه ولا 5، بغيت نعرف اشنو هو اللي خلاكم انتم جالسين ما طلعتوا مع الطريق، ما هوتوا مع الطريق، ما قلتوا لي حتى شي حاجة. دابا الله يجازيكم بخير، بغيت نعرف منكم شكون هي الحقيقة نتاع هالجلاس اللي جلستوا هنايا. واش يمكن شي واحد منكم يتكلم يقول لنا شكون هذا السبب ديال هاد الكلاس ديالكم في هذا النهار هذا؟ غادي نشوف الان رئيس جمعيات الاباء يقول لنا شكون هو وجهه نظر ديالو في هذه الوقفه اللي وقفتوا كلكم في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. مزروان الحسين، رئيس جمعيه اباء اولياء التلاميذ نيابه عن المجتمع المدني. حنا هاد المظاهرة هادي السلمية كنتسناو السلطات باش يجيو نتحاوروا معاهم على أساس التوقيف ديال الأشغال ديال هاد المدرسة هادي. السيد العامل عاهدنا وعطانا هاد المدرسة هادي باش تبنى، المارشي خدام. البارحة سولنا الخدامة قلنا لهم علاش ما خدمتش، قالوا جانا الأمر من الفوق. حنا دابا كنسألوا السلطات والمعنيين بالأمر يقولوا لنا علاش توقف هاد الأشغال. ياك اسيدي وكنطالبوا بالسرعه ديال التعجيل هذا يسربوا لنا في هذه المدرسه. راه الدخول للمدرسه هذا راه سيدنا كيشجع التعليم نصره الله في الحرب الاميه والقبيله بجوج تامزيد واجد حاول غير كنهضر باسمهم جميعا. هما حاضرين رجال ونساء واطفال وشباب وشيوخ بحال الشيخ هذا اللي معنا هنا. كنطالبوا بالاسراع باش تبنى المدرسه ويبينوا لنا هذا السيد هذا اللي كيعرق لنا هذه المسيره ديال الاشغال هذه. وشكرا والسلام عليكم. واش كاين شي واحد فيكم اللي يمكن يقول لنا شي حاجه؟ ديونات عادي ماشي اورا علي اورا الحصو شو لعنا حدو شوف انت شنو الغرض من غير مدرسه نرايات تبنى قيمه غير واش بلا طغوري انت تفتدرت غير ورياز عامين الدور دغي عن قداءات تبنى المدرسة يكسخت إن سيد العامل دا تبنى المدرسة قالت توقفوا نسين ما يوقفن لا تطلب زي سيد ربي دا السلطة اداك تعاون قيو ضاع عندو شنغ. السلام عليكم. كلمة أخيرة عافاك. حنا سيدي باسم جميع السكان هادو سكان تاع خليفة وتمهيل راه كنحملوا المسؤولية لهاد هنا اللي حبسنا المدرسة وهاد الدخول المدرسي جا كنحملوا المسؤولية ديال السلام ديالنا وهاد الدخول المدرسي جا. والسلام عليكم.
وشكون يكون هادئ وهنا هاد مقدم عون السلطه في المام هو اللي كيعرق لنا هادشي قال كيدعي انا كاعر صحاب العماله وقفنا الشغل ايوا كنطلبوا من السلطات توضح حد هاد الشخص هذا غير اما تكون معاه اما نمشيو نرحلوا بحالنا السلام عليكم اولا شريمه